وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023، كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اسم لجنة حقوق الإنسان العربية ليصبح لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لنظر عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعماله. في مستهل الجلسة وبعد مناقشات بناءة، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة كان قد أحيل للجنة الخطة والموازنة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023. نظراً للمحافظة على المكتسبات المالية الخاصة بالعاملين في هذه الظروف، فأوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون. نواب المجلس ناقشوا أيضا تقرير إحدى اللجان المشتركة حول قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية ليصبح لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وفي نهاية المناقشات وافق المجلس نهائيا على قرار رئيس الجمهورية. كلنا نعلم أن دائما جمهورية مصر العربية تسعى دائما إلى الحفاظ على كل المواثيق العربية فيما يخص كل الدول التي تنتمي للميثاق العربي. الحقيقة احنا بنوافق من حيث المبدأ سيادة الرئيس، او بنوافق على هذا القرار، قرار السيد رئيس الجمهورية بتعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان العربية إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان. حقيقة الأمر إن أي قرار بيتم اتخاذه من الدولة المصرية يدعم العمل العربي المشترك إحنا بنؤيده وبنكون داعمين ليه بشكل كبير جدا، لأن المرحلة الحالية هي مرحلة نتمنى فيها أن يتم تعظيم وتفعيل دور أكبر لجمع الدول العربية، وأيضا تفعيل مواثيق العمل العربي المشترك وميثاق طبعا حقوق الإنسان. وخلال الجلسة وافق النواب نهائيا على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على تعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، كما وافقوا نهائيا على مشروعات قوانين العمد والمشايخ وتعديل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومشروع قانون المنشآت الصناعية غير المرخص لها.